الرحلة معايا واثق فيك، وفعلا صلاتنا انه بهالارامية اللي الرب ابتدى هالعمل انه يكمل. Where the need is greatest, a gift of any size helps ABM ministry cover its costs. Your gift supports the mission of ABM. عليك يا أخي إياد، ويخلي لنا إياك ربي باركك، ويخلي الأرامية إلى الأبد إلى أن يأتي المسيح سيدنا المسيح العظيم. آمين آمين. وسلام المسيح عليكم كلكم. آمين. أنا عارفة الأخ ويليام والأخ سليمان. آمين. بس أنا مش متأكدة من الأسامي التانية، بس إقبالوا سلاماتي وبركات الرب تكون عليكم. شكرا. وأنا ما أقدرش يعني أعبر I cannot explain how much I appreciate، أقدر خدمتكم للرب. آمين ربي باركك، وكل البركات وكل الهبات اللي بتقدموها الليلة من الرب كهدية لكم وهدية لنا كذلك. ولذلك أنا أشكر الرب من جزيل قلبي إن هو أعطاني هدية الحياة الأبدية. آمين. وأنا عاوزة أتبرع $1,000 للرب for the matching fund that was offered this evening. آمين. أشكر الرب صار عندنا 2000. آمين ربي باركك. آمين. وهذا هيجيب نعم، وهذا حيكون 90,000 إلى الآن. يعني أنا أشكر الرب لكده، وإذا كنت أنا مليونير كنت اديت المليون اللي كان عندي. أنت أهم من مليونير، الرب يباركك يا بنت الرب. شكرا. وكمان يعني أنا أثق في بركات الرب الذي بارك الغذاء البسيط الخمس أرغف والسمكتين. هو هيعمل الـ2000 الليلة دلوقتي، هيعملها 2200
باسم يسوع. امين امين. وعلى هذا الوعد انا اقف واشكركم. واحنا بنشكرك والرب يباركك ويخلي لنا اياكي. نشكر الرب من اجل كانت فرص بتحكي عن النعمه وكيف انه العطاء ايضا بالنعمه. يعني ما فيش واحد بيقدر يعطي هيك لحاله، لو ما الرب بيثقل على قلبك. ومثل ما حكينا بالندوات السابقه انه روح صلي واسال الرب، هل تريدني ان اعطي يا رب؟ هل هذه القناه عم بتمجد اسمك؟ وانتم تشوفون انه ما فيش اسم ثاني موجود في هذه القناه غير اسم الرب يسوع المسيح. وخلاص النفوس اللي بدنا اياها. احنا في ناس ما بتعرف يمينهم من يسارهم، في ناس ما بيعرفون الكتاب المقدس كم كتابه وكم اسفار موجوده فيه. وهذه القناه يعني كنت احكي قبل، من كنا في السبعينات كنا بنسمع المونت كارلو، نسمع الراديو، ولو بدي سؤال لازم اكتب مكتوب وارسله، يعني اشهر بياخذ بيرجع لي الجواب، ما بعرف يرجع ولا يضيع ولا بيمزقوه بيرموه. لكن هلا موجود تواصل، يعني على التليفون راسا تاخذ الخط وبتتصل، انا عندي فلان مشكله رجاء اتصلوا، واحنا راح نصلي من اجل اي مشكله. والرب عم بيتدخل وعم يصنع معجزات خلاص نفوس، عم يصنع معجزات شفاء، معجزات تحرير من امور كثيره اللي ما بتضي الرب. فقناه مثل هذه تنشر كلمه المسيح، كيف مقابل قنوات اللي وراها ابليس عم ينشر الفساد، والناس بالملايين عم بيصرفوا عليها، يعني بالملايين عم بيصرفوا عليها. وهاي القنوات اللي بتنشر الفساد وبتهين، يعني انا الرب يسامحني عن هذه، بتهين اسم المسيح وبتهين اسم الله. لكن احنا مؤمنين وقاعدين في البيت وفي قناه عم بترفع اسم المسيح، واحنا حازين البركه عن نفسنا اولا قبل ما الرب راح يسدد. انا متاكد من الهنا اللي هو قدير وقادر ان يسدد احتياجات هذه القناه انه تنشر الكلمه، لان العمل عمله. لكن انت يا اخي المشاهد واختي المشاهد عم تخسره. لكن نشكر الرب من اجل في نفوس، يعني مش بس عن نيجاتيف نحكي، نشكر الرب من اجل النفوس اللي بتعضد واللي شهريا بتدفع، خاصه لو كنت شهريا، يعني يمكن ما راح يكون فند ريزنج، لو في شهريا ناس بتعطي بانتظام. يعني لنفرض انه لو في مليون مشاهد على الدولار باليوم، هاي كم دولار بالشهر؟ حتى لو يعني دولار باليوم 30 دولار، يعني ايش هي 30؟ روح بالشهر دولار بالسنه، حتى قابلين دولار بالسنه، حتى مثل ما يقول لك خيال، يعني دولار بالسنه راح تكون مليون دولار بالسنه، خلاص يعني راحت كل المصاري. لكن نشكر الرب من اجل الاخوه اللي ساهموا هاي السنين كلها، يعني ما يعني كانت الخدمه بسيطه، لكن الرب تمجد من خلال اخوه مؤمنين حريصين، مثل الاخت اللي اتصلت والاخت اللي وراء اللي تبرعوا $1,000 و$1,000. نشكر الرب من اجلكم، والرب يبارككم ويكثر من امثالكم عشان نمضي لقدام، لان الرب ما بنعرف يمكن هالست اشهر هاي راح تغطوها وخلاص، والرب يجي ونروح عند الرب وكل شيء مثل ما كنا نحكي انه يحترق، كل شيء راح يبقى راح يحترق، لان كل العالم والمصنوعات التي فيه سوف تنحل والعناصر سوف تحترق كلها. له كل المجد. امين. يعني نذكركم اعزائي المشاهدين، صح الرب بسدد، بس كاني بتخيل انه الرب بسدد المصدر الاساسي هو جسده. امين. اولاده. فبنشجعكم انه شمعة هالأرامية واضاءتها ما نكون سبب بانه نطفيها، لكن نكون سبب بانه نوهجها ونضيها اكثر اللي تكون سبب بركه. اخي سليمان كمان عندك شيء حاب تشارك؟ تعليق بسيط هيك بسرعه. امين. للاحباء المشاهدين، في معجزه حدثت، معجزه كبيره جدا حدثت في الكتاب المقدس، اللي هي اقامه الرب يسوع المسيح لعازر لما مات بعد 4 أيام وكان قد أنتن، يعني طلعت ريحة الجسد والرب أقامه. في كثير بسمع تعليقات وكثير بسمع من وعاظ إنه طب هلأ شو طلب الرب من اللي كانوا موجودين قبل أن يقيم لعازر؟ قالهم ارفعوا الحجر. طيب هلأ أي أسهل تقول للحجر زيح ولا للميت قوم؟ طبعا الحجر زيح. طيب ليش الرب اللي أقام لعازر مزح الحجر نفسه وعمل بدل المعجزة معجزتين، أو صارت المعجزة أكبر؟ لكن الرب لأنه إلهنا طيب وإلهنا بيحب أنه نشارك. إحنا مش مخلوقين بلا شيء أو للا شيء، يعني إحنا مخلوقين لحتى نشارك في هالعمل. الرب طلب من اللي كانوا موجودين ارفعوا الحجر، يعني الإنسان في عليه دور. هلا هو الرب مش قادر أنه يمطر من السماء دولارات ويغطي احتياج الأرامية كلها واحتياج كل القنوات؟ قادر.
إيليا النبي في القديم صرخ إلى الرب قال له لا تنزل نار من السماء وتأكل الذبيحة، ونزلت نار من السماء. اللي قادر أن يمطر نار قادر أن يمطر فلوس أيضا، لكن ربنا مرات طرقه عجيبة غير طرق البشر، وتفكير الله غير تفكير البشر. الرب حاول، الرب أعطى، ومبارح احنا حكينا أنه أعطى أغلى ما عنده ابنه الوحيد، وابن الوحيد أعطى آخر قطر الدم في جسمه، لأنه عندما طعن في الحربة خرج دم وماء، يعني أنه أنا باعتقادي أو إيماني أنه خلص كل الدم اللي فيه وطلعت مية المية اللي بالجسد، لأنه أعطى آخر قطر الدم في جسده، وأهين من أجلنا، من أجل واحد مثلي ما بيستاهل، كنت خاطي، رفعني وعملني ملك وكاهن في كهنوته في ملكوته الأبدي اللي جاي. فإحنا منضل مديونين للرب. آمين. يعرف شو في طريقة غير إنك تسلم قلبك تسد الدين؟ وما فيك تسد الدين، بتسلم قلبك يا رب أنا مديون إليك، شو أعمل لك يا رب؟ أنا مسلمك حياتي حتى أسد الدين، يا رب الموت اللي أنت متته عني بدل كان لازم أنا أموته أنت سديته عني يا رب، سديت الاحتياج، شو بقدر يا رب أنا أعمل لك؟ اسأل شو بقدر يا رب أعمل. تعرف شو في طريقة؟ تبرع، أعطي الفقراء، أعطي المحتاجين. إذا الرب أنعم عليك أعطي غيرك، فعلا أعطي غيرك، ما بصير تأخذ كل شيء وتحتفظ فيه لنفسك، هي أنانية، هي أنانية. لازم نعطي، الرب أعطى أغلى ما عنده وإحنا نعطي، مديونين للرب، ومنضل راح نضل طول عمرنا مديونين وإلى أبد الآبدين مديونين، وما راح نسده جزء بسيط من اللي هو عمله. تعرف الرب ثقل على قلبي بهالترنيمة، والأخت اللي اتصلت قبل شوي قالت غني لما كنت أعمى وهلأ بصير، أنا إجت ببالي الترنيمة، جيت لك وأنا مديون سددت لي ديوني، جيت لك وأنا أعمى فتحت لي عيوني. الرب يفتح عيوننا ويفتح قلوبنا، وبالأخير يفتح جيوبنا لحتى نعطي ونسدد كل الاحتياج. عملها جكر في إبليس، جكر في إبليس، ادفع قل له يا رب هاي المبلغ إلك، جكر في إبليس لأنه هو مهزوم وأنت غالب باسم المسيح. آمين. جيت لك وأنا خاطي، غفرت لي ذنوبي، طهرت لي قلبي، سترت كل عيوب. كمان مرة. جيت لك وأنا خاطي، غفرت لي ذنوبي، طهرت لي قلبي، وسترت كل عيوبي. أنت حبيب قلبي، أروح لي مين غيرك؟ أنت حبيب قلبي، أروح لي مين حبيبي.